يدخل عقله الناس ما خلى بدربه حدا. أول ما الشر ابتدى يمشي طريقه على الهدى صار يدخل عقله الناس ما خلى بدربه حدا. يا قلوب أقسى من الحجر بقلوب كن نعيد النظر. يا قلوب أقسى من الحجر بقلوب كن نعيد النظر. لا تفرحوا بدموع الناس مش هيك في بنت مصرة تقابلك لموضوع مهم. دخلها. تفضل يا فندم. بونجور. طلبتي مقابلتي لموضوع مهم؟ نعم بس على انفراد. تفضلي احكي، سماع منه غريب، بنجهز لك. مثل ما بدك. تفضلي. ميرسي، كلمتين وفادي. قولي. بشرط. شو الشرط؟ ما تسألنا عن اسمي وعنواني. هيدا بيعتمد على اللي حتقوليه. نوعية الخبرية بيفرض علي حافظ على سرية اسمي وعنواني. هيدا محافظة على شرفي. موافق على شرطك. تفضل يحكي. أنت مسؤول عن ملف بنات طب الأسنان؟ أنت طالبة بالكلية؟ لا لأن ترددت عدة مرات على الكلية ويمكن شافني وظن أني طالبة. بيحكي شو صار؟ قبل بشهر حاول المجرم يعتدي علي ويتحرش فيي لولا الصدفة ساعدتني. قبل شهر؟ وليش لهلأ حتى قررت تبلغي؟ ما كنت ناوي أخبر لولا اللي شفته اليوم بالصدفة. شو اللي شفتي؟ كنت قبل بفترة بالمطار عم بودع أصحابي. أه. لمحت واحد فيه نفس الشبه يلي حاول يعتدي علي. أكيد عرفني، ابتسم ابتسامة خبيثة، خفت تركت المطار بسرعة، قلت يمكن لحق بلغك قبل الطيارة ما تقلع، بس زحمة السير أخرتني شوي. شكراً يا أنسة. إذا شفته بعد سنة رح أعرفه لأن صورته ما بتفارق خيالي من وقت المحاولة، هيدا إلا إذا تنكر. شكراً يا وزير. بعتقد صار فيك تطوي الملف، تهتم بالملف الثاني. إيه رح أطوي، إنما مؤقتاً إلا إذا صار اعتداء جديد. بيك عاقل طلال، اقتراحه واقعي، بدل على خبرة. هيئتو بيا كتير عنده تجارب بالحياة. سالي، ما تنسيني بليز. طلال، أنا بمنسى أصحابي. أنا بقصد تفكري فيي،
بوعدك. سالي ممكن تخليني وصلك؟ ما فيها شيء. بعرف بعرف انك انسان مهذب وخلوق، بس انا ببعد عن النية السيئة وما بغني لها، وبدي اصحاب النيات السيئة تشوفني معك وبسيارتك الحلوة. بعتقد انتهى كل شيء معلم. لا مش بعتقد، انا متأكد، والملف انطوى كمان. وبتمنى ما ترجع تفتحه يا صاحبي، لانه انا اسف قلك انه الاوامر اللي تبلغتها واضحة كتير وحاسمة كتير وقاسية اكتر اكتر ما بتتصور. اقولك اني صاحبك وهم كبير وغلط كبير ووقعة كبير. انا لا صاحبك ولا رفيقك ولا حتى بحب كون صاحبك. اف اف اف، وليش كل هالتعصيب؟ ما رح ناقشك ولا رد عليك، بس صدقني بعد ما سمعتني حكايتك، عفوا حكاية المسلسل المكسيكي، بطلت حتى حب شوفك. صحيح شفقت عليك، بس احتقرتك مثل ما بحتقر كل انسان مستسلم. على كل حال الشغل الجدي بلش معلم، والبضاعة رح تنزل على البر بين يوم وتاني، وعملية إخراجها وإيصالها للمعمل شغلك. سعد ناطر أوامرك، وأنا إذا بتقبلني. شو اسم الباخرة الجاي عليها البضاعة؟ صافي، شو حكاية المسلسل المكسيكي؟ معلم شو قصة المسلسل المكسيكي؟ قصة واحد حشرة بيسوق بلا انتباه وبلا تركيز، بيعمل حادث سيارة، بيروح حاله بيروحني معه. مرياج اسم الباخرة المشحونة عليها البضاعة المشبوهة. مرياج نقطة بداية معقولة؟ بعتقد صار فيك تكرس كل وقتك لهالقضية، خصوصا بعد طي ملف البنات. رأيي بهالفترة ما نتحرك كتير، خلينا نراقب من بعيد لبعيد حتى ما ياخذوا حذرهم. وبالنسبة للقردة عرفتوا شيء؟ القرود كتار. القردة أم الكاميرا. هاي شغلة بسيطة ما تعتل هم. لا هاي مش شغلة بسيطة، هيدي شغلة ملحة ومستعجلة، بدي اياكم تحصلوا على الافلام قبل ما تنشر الصور، حتى لو انتشرت الصور ما حدا رح يتعرف عليك. لك غبي وبتضلك غبي. انا مش خايف على حالي من نشر الصور، خايف على اللي خايفين، خايف عليهم، خايف منهم. معلم انت هلا دخيلك ركز على العمليه الكبيره، الكل حاطط ثقته فيك. هيك فهمت من صافي، وقال كمان انه العمليه في من وراها اكثر من 10 مليون دولار. حاطين ثقتهم فيي مثل ما حطوا ثقتهم بحليم. لعب دوره وادى مهمته بكل مهاره واخلاص وثقه، وانتهى جثه بصندوق عربيه مهجوره. قال سأل خلينا نشتغل شغلنا وبلا ما نضحك على بعضنا وبلا حكي فاضي. سأل سأل. أنا رأيي من رأي صالح. كيف؟ هيدا المخلوق بيعاني من عقدة نفسية أكيد، وأكد لي هالشي محلل نفسي، فما بيقدر يوقف نشاطه بكلمة بالتليفون. هلأ خلينا نعتبر الملف مطوي مؤقتا حسب رأي صالح. موافق. وتشتغل على القضية التانية مع صالح وسمعان. أنا سبق ووافقت وكان إلي شرط. وافقنا عليه، راح تشارك من بعيد لبعيد. شي منيح إنه عرفنا اسم الباخرة. مرياش اسم حلو كتير. هيدا أهم امتحان لسمعتك الدونجوانية، فرجينا شطارتك مع البنات. Thank you.
شو رأيك بالشاب سيدنا؟ عجبك؟ الأبرة عند التنفيذ، المهم إنه ينجح ويوقع البنت بحباله. رح ينجح سيدنا، رح ينجح. محتال ولا مرة فشل. بقدر ما هو وسخ وبشع من جوا، بقدر ما هو لطيف ومهضوم من برا. شو بك سيدنا؟ شايفك مش متحمس. لأنها لعبة وسخة ما بحبها، بس بضطر إني ألعبها. من ناحية بتمنى إنه ينجح، ومن ناحية تانية بتمنى إنه يفشل. لا لا، أكتر من هيك، بتمنى إنه الأرض تنشق وتبلعه قبل ما ينجح. المهم شو بدنا بهالموضوع؟ كنت قلت لي شي عن خيه للرائد صالح، رح توقعوه ولا لا؟ اطمن سيدنا، مضمونة 100%. ألو؟ أيوة أنا وليد. أوكي أوكي أنا جاهز، بعد ساعة بكون عندك. خلص بعد ساعة بكون عندك. أوكي. ألو اسمعني، أنا وليد عم بحكي. بعد ربع ساعة بتلاقيني بنفس المكان، مفهوم؟ نفس المكان، ناطرك. باي. وليد حل عني. ما بقدر، ما في. هلا بعدك واصل؟ لا أكلت ولا شربت ولا قعدت معنا. ليك عمي. أوه باي جاد، يا الله عمي شو طالع حلوة من تمك. قلبي بلا والدني هلا، ما بكفي ما عم نشوفك. وليد شو عم بيصير؟ ولا شيء، كل خير، اطمني. ما راح اطمن الا ما عم بتقلي شو عم تعمل. وحياتك ما بشي، اطمني كل خير. مش معقول مرت خيي، مش معقول، كانك عم تقري لي افكاري. عطشان يا جومانا اسقيني هالعصير. عم اهلك لك، عم اهلك. يسلموا لي دياتك يا احلى مرت خيي. بتوصيني بشي؟ فحتين والف هنا. يلا باي. عارفة بشو عم فكر يا سالي؟ عم بحلم، عم بحلم ببيت كبير يجمعنا كلنا سوا، أنا وصالح ووليد وزوجته وولاده، وأنت وزوجك وولادك. خليك أحلمي، رح يبقى حلم. ليه عم بتقولي هيك؟ شو المانع ما يتحقق هالحلم؟ الروح الاستقلالية عند الأبناء والبنات. الاستقلالية؟ اللي بتساهم بالشرزمة والتفتت بالعيال وما يبقى غير صور على الحيطان. يعني ماما انت كنت بتتمني تعيشي مع اهل بابا ولا ببيت مستقل؟ معك حق، عشتي معهم ببيت واحد وكنت كتير سعيدة. ماما تركينا من الاحلام. وضع عم وليد منو عاجبني هالفترة. كيف يعني؟ ما بعرف، في غموض بحياته. كشفيه؟ ما بقدر، يمكن ما بحق لي اكشف سر، بده اياه يبقى مغطى. اللي بحير وشغل لي بالي اكثر قصة هالحب، هالحب الجديد. اي حب؟ الحب اللي بسببه وليد عم يتردد كثير على بيت سمر من شان البنت اللي عايشه عندها ساره. ماما فيك تقولي اللي بدك اياه، بس انه وليد يستغل ضعف بنت مثل ساره؟ لا ماما لا، مستحيل، وليد ما بيعمل هيك. لا انا ما قصد استغلاله لهالبنت، بس في شيء، في قصه حب يا سالي. يمكن القصه مش متبادله من الطرفين، بس اكيد من طرف واحد، ومع الوقت رح تصير من الطرفين. وين الغلط اذا كان حب متبادل؟ وصالح اذا عرف شو بيقول؟ ماما انا رايي اتركي بابا بحاله، انا ما بخاف من وليد او على وليد من هيك امور. وليد اخلاقه عاليه، اللي مخوفني شي تاني. ماما
هيدا ملف فيه معلومات وافية عن البنت، شو بتحب شو ما بتحب، شو بتحب تاكل، كيف بتفكر الى اخره، بتاخده وبتتصرف على اساسه. اجرك ومصروفك اللازم للمهمة، وانتبه بتتأيد بكل التعليمات وبس بالتعليمات، وإذا بتخرج عنا روحك بتخرج من صدرك. نادر جاي اتفق معك على وقت الشغل. ولا شو أنا؟ مين أنا؟ مع حضرتك الكل بالكل، أنت وبي اتفقي معه. بس يا ربيع إذا كان وجودي بهالمحل بضايقك وما بناسب الشغل. روح عم بمزح معه. سالي خذني طعمي عشي. اهلا وسهلا استاذ. سالي شو بتحب تشرب مشي؟ ماهر اسمي ماهر. وهيدي الك. المهم انها سعيده. انتبهي لها منيح. أنا الحشر، أنا الحيوان. Thank you.
ترتبت العملية سيدنا بدقة متناهية، والليلة رح تكون أولى الضربات القاضية للرائد صالح. مش بس هيك، الدائرة كلها رح يصير فيها خضة، ساعتها متحرك بحرية. برافو. والشاب التاني رح يكفي عمليته؟ بين لحظة والتاني سيدنا رح تاخد الضربة القاضية. سيدنا، ليش ما بتعمل زيارة صغيرة وسريعة للماما؟ يمكن لما تشوفها. خلص! هلا مش وقت حكي فاضي عن النسوان المجنين. بكفيني مجنوني وحدة. العمى ما بيتعب؟ أنا تعبت عمو. إذا افترضنا ما بيتعب، ما زهق؟ عن شو بورصة؟ بورصة طالعة، بورصة نازلة، وأسهم. شو هالدماغ اللي عليه؟ بتعرفي سالي؟ هيدا مش مثل طلال واللي عشكالته. وأكيد مش مثل شكالك. شو بنا؟ بس خبروني عنه إنه كتير آدمي ودغري وهادي. وربك لاقي لذيذ ما؟ تعرفي هالشاب دون جوان ها؟ بس مش بوقع البنات، البنات عصغر عقلهم بيوقعوا فيه، بس مهضوم. إذا بتحبها كتير قلي وينها هلا؟ وين ممكن لقيها؟ علمني كيف خليها تحبني مثل ما حبتك. لك وينك يا مجنونة؟ وينك؟ وينك؟ بدك رأيي؟ هالشاب بلا ذوق. وليش بلا ذوق؟ مش ملاحظة انه هو الوحيد اللي ما تحاكش فيكي؟ لا غازليك لا لطشيك. هلأ الآدمي عندك صار بلا ذوق؟ لا مش هيك، ما عنده حس بالجمال، تافه. والله يا طلال والله بهالسرعة بتحصل على هالفياز؟ نيالك نيالك طلال. نيالي عشو؟ على بيك اللي عنده مثل بيك كل اللي بده اياه بيصير. بالمناسبة بابا معجب فيك كتير. أنا فنانة بالغش، بعرف اتلاعب بعقول وقلوب للرجال. سالي ما بدك تودعيني؟ جلستنا هلأ جلسة وداع، ما بتكفيك؟ لا ما بتكفيني. شو بتقترح؟ سهرة الليلة، شو رأيك؟ ما في ضرورة، بعدين أنت مش رح تغيب على طول، كلها شهر وبترجع، يمكن أقل من شهر. سالي رح جن، جاي عبالي سهرة معك. يعني أنا وياك وحدنا تات أتات ولا مع الشلة؟ مثل ما بدك، اللي بتقترحيه، القرار إليك. هلا تروح وترجع بالسلامة طلال، وبس ترجع بنحكي بهالموضوع. دموزيل؟ نعم مسيو. باردون دموزيل، ممكن فنجان قهوة تاني؟ بس فنجانك بعده ملان. نسيته وانشغلت عنه برد. الفنجان على حساب المحل، وإذا اعترض صاحب المحل على حسابي أنا. شو رأيك مشي ربيع؟ تكرم عينك، إيه على حساب المحل ولو؟ هيا قول كرم قهوة. الو زياد بيك، تحياتي واسف على الازعاج. ايه نعم نعم انا سليمان. زياد بيك بتعرف وين ممكن لاقي البنت الخوطه؟ ايه ايه مين غيرها؟ الحمد لله، دخيلك خليها عندك.
جاي لعندك، جاي لعندك وبحكيك، وبحكي قلب بنت الخوطة. باي باي. عايزك عايزك لقيتها. ميرسي، كلك ذوق كرم. ميرسي. سالي، انتبهي من الشاب ربيع عم بحذرك منه. بالعكس كتير لطيف ومسالم، بعدين ولا مرة نتج منه شي غلط. بس انتبهي منه. ما تعملي هيك، أنا معلوماتي بتقول إنه عنده بلاوي ضحايا بنات. مزبوط، هي طلعت عليه الخبرية هيك وانتشرت وصاروا البنات صغار العقل يطبوا. طيب وبعد ما يطبوا شو بيعمل فيهم؟ ولا شي، ما قلت لك ما بيعطيهم وش. معنى هالحكي إنه شريف وصادق، يعني ما بيحاول يستغل البنات. يمكن بس ثقيل. شو بيشتغل؟ لوك تلبيس طواقي، مهنة بتناسبه. ما فهمت. ما فهمتي ولا ما بدك تفهمي؟ شو حكايتك طلال؟ ليش اخذ منه هيدا الموقف؟ غيري سالي، غيري. انا غار من لبيس طواقي؟ قلت لك قبل هيدا بيشتغل بالبورصة وبالاسهم، بقول انه شاطر بشغلته، وكل زباينه من وزن بيه لطلال. يعني يمكن بيك يكون زبون. تأخرت دقيقتين نادر. بعد إذر. طلال، تروح ترجع بالسلامة. ما تنسى التلفن وتطمنا عنك. ظاهر معك. مع السلامة. ما تنسى تتأخر هونيك. وإذا بتضلك بأوروبا أحسن. روح بلا رجعة. العمى ما أسأله يا زلمة. حاولت حبه ما قدرت. ثقيل. ألو، درست لك العملية بدقة، إذا مهتم بأسهمها كتير لا تستعجل. أوكي فينا نستثمر، الربح الملموس بده صبر وشوية وقت. أوكي أوكي باي. نادر، مش سئيل هالشاب؟ قصدك طلال؟ لك اللي كان هون. عفوا ما عرفت، ما شفته. روح شغله خلصني. روح روح. يعني ما رح تسمحي لي بسهرة وداع؟ لا سهرة وداع ولا سهرة استقبال، أنا تعبانة وبدي أروح على البيت، بعدين أنت بتعرف موقفي. وبعرف إنك بتسهري مع غيري، مش هيك سالي؟ ما تنكري سالي، ما تنكري. صحيح، بس لما بدي أسهر برافقني عمي وليد، بيكون معنا رفقاتنا، يعني مش مثل ما أنت بتطلب تات أتات. أوكي، مستعد أجمع 20 شخص يشاركونا السهرة بخمس دقايق مطرح اللي بدك. طلال، ليش ما بدك تفهمني وتقدر لي ظروفي؟ تصرفاتك خلت الصبايا والشباب يسيئوا الظن فيي، بعدين هيك سهرة حميمة بيني وبينك بتأثر على قرارك. أي قرار سالي؟ القرار اللي طلبه والدك منك. أوكي أوكي معك حق. إذن تروح وترجع بالسلامة، بسط قد ما فيك، بس اوعى تنسى الهدايا. بالقليل خليني وصلك على البيت. لا، قعدتي معك بالسيارة بتأثر كمان على قرارك سالي. شو طلال؟ قول. انت اكيد طبيعيه ولا عندك؟ كفي كفي، ليش سكتت؟ عندي شو سالي؟ شو بتقصد؟ يعني انه انا معقده سالي؟ انا ما قصدت لهون وبس، ما بدي اشوفك لهلا ولا بس ترجع من السفر. انت واحد بلا تهذيب بلا ادب، سيء النية ومعقد كمان. اسمع، ما بدي اشوفك، ما بدي اسمع صوتك، ما بدي اشوفك بقى سالي بليز. أنا أهبل أهبل، بستاهل كل كلمة قلتها، كل كلمة قلتها. شو قلتي يا نوال؟ شو بدي أقول؟ ما بعرف شو لازم أعمل، ما بعرف شو بدي أقول. نوال، يلي عرفته إنه جماعة ما بيمزحوا وبيخوفوا، أعطيهم اللي بدهم إياه. شو بدي أعطيهم؟
أي فين بدهم إياه؟ أي صورة مخوفتهم هالقد؟ أنا كيف بدي أعرف؟ كل الأفلام والنيجاتيف يلي عندك، أعطيهم إياها وخلصي وخلصي نفسك. هيك رأيك؟ سلمهم كل شيء؟ يا حبيبي أنا عندي نيجاتيف من سنين، عم فكر بأرشيف. بدك إياني سلمهم الملفات وذكرياتي والأرشيف بهالسهولة؟ ما تسيئي فهمي، أنا مش جبان، أنا خايف عليكي، لجهنم كل الأفلام والملفات والأرشيف وليصيبك أي أذى. ما عم بطلب منك تبيعي بيتك. ما في أي مبرر للشك بنياتي إلا إذا كنتي بتظني إني شريك و... أنا ما بشك فيك، ما ممكن شك فيك. صدقني سليمان، بحياتي ما حسيت بالسعادة اللي حسيت فيها هلأ أنا عم بسمعك. بس ما رح أعطيهم شي ويروحوا يبلطوا البحر. نوال حياتي، ما تسلميهم الأرشيف، ما تسلميهم إلا آخر فيلم. آه، وهني رح يكتفوا بآخر فيلم؟ برأيك رح يكتفوا؟ فهمت من بعض الأسئلة وفلتات اللسان إنه في بعض الصور بهمهم يمكن أخذتها قبل كم يوم. الفيلم بعد فيه كم صورة، الليلة بخلصوا، بس ما رح سلمهم شي مين ما كانوا يكونوا. أستاذ زياد حكيها، خليها تعقل شوي، تفكر بعقل. بدك رأي سليمان؟ نعم. وبدك رأي نوال؟ بسمعوا. معك حق، ما تخضعي للتهديد. إذا كان الفيلم بهمهم كثير يعني في شيء بخوفهم، يعني في شيء غير شرعي، يعني أستاذ زياد خليني كمل. أنا ما رح أطلب منها تخضع لتهديد مجرمين. أنا رجل قانون، صحيح وقفت نشاطاتي، إنما استقلت؟ يعني استقلت عن جد؟ انبسطتي للخبرية حبيبتي. المهم عفاف ليكي، راح ناخد فتحي ونهرب فيه من خطر مرعي مسافر. أنا رايح مضي كم يوم استجمام وهدوء، ولقينا أوتيل بجنن بياخد العقل، مرتب ونظيف وحضاري وبعيد شوي. بس أنا ولا كلمة، مفهوم؟ ولا كلمة. وأنا موافق مع عمو زياد. لهلا ما فهمت شو علاقة نوال بالموضوع. أنا رح فهمك، رح ناخد نوال معنا تمضي إجازة كم يوم بنفس الأوتيل. هونيك فيها تفكر على رواق، ساعتها يا بتختارك انت يا تختارني انا. لا لا، انت محجوز لعمتي. يلا بالاذن. لوين؟ مشوار صغير، مش راح اتاخر. بعيد عن منى. لا ينشغل بالك، ما راح اشوفها ابدا. ايه احكي. ايه فهمت، احملوا كل شيء، ما تخلوا لا فيلم ولا صورة. الو سيدنا. لا هيدا رقم محل صبحي. لا سيدنا، صبحي مش بالمحل. نعم الليلة رح بلغ عن العملية. لا سيدنا هو مش بالمحل، ما معقول بلغ بحضوره. نعم سيدنا بعرف، بعرف انه المحل مراقب وبأي لحظة ممكن ينكشف. حاضر. Thank you.
ألو، شعبة مكافحة المخدرات؟ أنا يا سيدنا، الله يجازي أولاد الحرام اللي كانوا السبب، الله يجازي أولاد الحرام اللي عودوني على السم. سيدنا، الليلة أنا قررت انتقم. إيه، الليلة رح انتقم ورح وصلكم للمفتاح اللي خليكم تكبشوا كل العصابة. جيبي شوي فتياب وتعي مشي معي. لوين؟ بتقضي ليلتك عندي. شو؟ أو عند عفاف، ومن بكرة الصبح بيمرق سليمان بياخدك على الأوتيل، أنا بعرف أصحابه، رح أحجز لك هونيك باسم تاني بنبقى نتفق عليه، يلا بشوف. طيب بركي طلبوا الهوية. لك ما رح يطلبوا لا هوية ولا إخراج قايد، أنت ضيفتي ونازلي باسمي، يلا عجلي ضبي أغراضك وتعي. قلتلك 200 مرة ما بدي اشوفك هون يا حيوان، ما تفهم؟ صبحي عم اهلك عليه، انت ما فيك تعمل له شيء، هو بتكي بيقبرك. هيدا كنت من اشد المعجبين فيه، انا كنت اتمنى اتصور حده، اكيد بيته مليان نياشين واوسمه. هيدا بيت مرته، هلا صار بيته. المهم هلا تركنا منه، شو عملت؟ البضاعة صار بصندوق السيارة، وهلا اكيد متوجه لمكان التسليم متفق عليه. فرجي ما بتتفوت. تعرفه من زمان؟ مين؟ هيدا اللي اسمه ماهر. لا مش من زمان. مو وين تعرف عنه كل هالأخبار الحلوة والمثيرة؟ أي أخبار؟ الأخبار اللي قلت عنه وعن جاذبيته ووقوع البنات بحبه وإلى آخره. لك إيه. لا هيدا في واحد بيعرفه منيح، هو اللي خبرني. وهالشخص اللي خبرك عنه بتعرفه؟ لا ليك، هو بالحقيقة أكتر من واحد. وليش لا يخبروك؟ شو الهدف؟ يه شو خصك أنت؟ شو هالأسئلة؟ عفواً معلمي، ما أنت صاحب فضل علي، بعدين أنا كل همي أحميك. بلا من شو؟ من نشر أخبار وحكي ويمكن تأدي لمخالفة قانونية، وبهيك حالي بتتحمل أنت المسؤولية وحدك وممكن تصفي بقفص الاتهام. نصيحة رجل قانون يا معلمي، انتبه كتير من أشخاص مجهولين بيحملوا لك أخبار عن شخصية مجهولة. يا حبيبي يا نذر، شو نقطعوا السيرفيسات؟ وصلت على الوقت. اوقفك مكان صعب، كفتك كانت ريشه، بس بلشت خاف. الله بعتك من السما، مرسي مره تانية. بعتقد الموقف بيفرض اني وصلك اذا ما في مانع. ماهر رشيد، صالي الجبلي. Thank you.
العملية تمت مثل ما صممنا سيدنا. نعم طبعا أنا متابع الموضوع خطوة خطوة. مفهوم سيدنا؟ فورا. المهم وصلنا لنقاط مهمة ممكن ننطلق منها. النقطة الأهم سيدنا التشابه بين عملية نيسان 93 والعملية الجديدة. العملية الجديدة كانت تهريب سيارات مستعملة ودواليب من البرازيل. عملية نيسان 93 كانت تهريب آلة لصنع البلاستيك من كولومبيا. مثل ما كانت آلات الصناعة ملغومة أكيد السيارات والدواليب ملغومة. والنقطة الثانية اللي وصلنا لها أنه الرأس المدبر واحد. بدليل الأشرطة المصورة اللي استلمناها زياد بيك وأنا. وهالرأس المدبر بده ياخذ بالطار. قالوا نعم. نعم صالح الجبل الأمريكي. حسن بيك؟ أهلا أهلا يا بيك. سالي بخير والحمد لله. حضرة العميد موجود. حسن بيك. أهلا حسن بيك. يسعد مساك. أنا غبي 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 وأهبل. تعرف شو معناتها غبي وأهبل؟ يعني غبي عأهبل. لك الحيوان أحسن مني. الحيوان إذا حب يعرف كيف يحب، بس أنا لا لا. القاضي زياد معه حق، أنا مبلوم. بتصدق كل شيء تسمع يا سيدنا. مجموعة أمراض وتعب وملايين دولارات، الرجل بده يتمتع بحياته. هلا عم تحكي جد؟ أنا مثلك ما كنت صدق، بس قصة الميراث مزبوطة. الأستاذ زياد صاحب ثروة تقدر بملايين الدولارات. زياد بعده ما تقاعد نهائيا، يعني رح يتعاون معنا. ألو أي محسن، إذا موضوع مهم أعطيني إياه. ألو الرأي صالح معك، احكي. صالح الحقوا شوف الخبرية اللي سمعها، بلغني بسرعة. نرجع نشوفك بالكافيتيريا. كثير عجبتني القعدة، بيقدر الواحد عندكم يكفي شغله برواق. يعني رح تصير زبون؟ إذا بترحبوا بواحد مثلي. مثلك؟ شو يعني مثلك؟ بيطوا براسه بالدراسات وبالأرقام وبالكمبيوترز وبحركة البورصة والبترول وهيك إشياء. يا أهلا وسهلا فيك. تصبح على خير. كثير خير. أستاذ ماهر، نحن ما صار معنا شيء ولا تعرضنا لأي حدا، ممكن؟ هذا الشيء بيخصك وانت بتقرري. لأنه إذا بابا عارف ما بخليني أرجع على الشغل. إذا هيك اطمني ما رح يعرف، وأنا أكيد أنه 99% من الزباين رح بيغيروا الكفاءة إذا أنت تركتي.
وضعنا كلمة فرح منك إلي بفرح عينك وبفرح عينك.